فهاد الكوتليني حبيتو في رجونس كتخبي شي حاجه درتها لك ولا مانيش عارفه شنو هي. السلام عليكم ومرحبا بكم اللي ما شاء الله غادي تكون فيديو سيلا. نعم هذا الفيديو هذا من العنوان تعرفوا الفكره ديال من المهم هذا الفيديو هذه درتها ديديكاس لاختي باش نلقاو لها الوهمه الجديده ديالها. بكيتالك انا نتيستي وانا بغيت نعيش الاكسبيرينس. شوفوا انا من داك النوع ما كنتوحمش بزاف رغم فولدي ما توحمتش هذا الوحم صراحه هو نورمالمون في مرحله الوحم ولكن مع ذلك كان داكشي عندي خفيف عادي ماشي بالك مشهي هي كنحس راه دابا بحال راني في شي فطورتوك هي تشوفها ما ماكلاتش كامل ولكن انا متاكده بلي ما شطاهمني هكذا غير حاجه الله يعطيكم الصحه اختي عندي الحق في البيطو. اش من البيطو نقول لها على شي ماكله ما شفتنيش انا عندي الحق في البيطو. انا شنو حامله باش طاكوس بيتزا انا سمي شو غوش انا واحد القضيه بين قوسين باش تكون عارفين والله الا هاد الحماله الا عندي بزاف د الحوايج مانيش نستحمل شتو الماء ولا لا دافا الماء ما كنقدلوش يعني باش تخلط لي شي حاجه صافي زعفتي عليا صافي وحده يلا ما نزيدوش اكثر من هكا وحده ايما انا ولي معي زوج ما تزيدش عليها وحده ظريف ظريف نستعدو بكل حيوان والله زعما انا شي هاد الفيديو اللي متحمسه له حيت هما شي خلطات راني متحمسه غير اللوغو ديالهم فاليوم غادي ندير لكم واحد الخلطه نتاع اغرب اكلات نتاع الحوامل اللي توحموا عليهم يعني شوف واحد القضيه هادو على حسب ما قالت لي ريم راه قلبت في الاكونت في تيك توك وانستغرام جات فغيم وحده كتقول انا توحمت عليهم ولا كتاكلهم فهمت اول وصفه تكون صعبه ولا سهله اول وصفه غادي نبداو فهمتي ايزي باش ما نمرضوكش من الاول فهمتي اول وصفه غادي نديروها هي الخيار مع الشيكولا ايزي لا بيطو من الاول تمام عطيه فرصه عطيه فرصه قالت اول حاجه عرفتها من بديت الحمل تاعي ومازال مستمره الشيكولا لا سمحوا لي شيكولا حيديها حيديها وما تبديش بها خليها حتى لي بعدا باش نهرب اللي جابتها لها اللي كيدهنوها يعني ما عطيتش الريحه ما تعرفوا ديك الحكا يعني شوكولا نواه ولا اللي كتنسكت عفوا كتلقى الريحه ما. لا دوز يا حمادي دوز الوصفه اللي نظن نظن اللي غادي تكون فيري ايزي غير لا ماشي ناس انا غنبقاو هي التفاح والليم عادي اصلا كنديرو شنو شحال بزاف ولا شوي لا الحمد لله عاوتاني شوي فكيكون حامض فهمتي هذا هو الهدف كولي يلا واحد زوج ثلاثة والله جات كوليها الفيطو الزاوج غش ما معاتناش واحد زوج ثلاثة لا لازم تفاح مع الحامض لا شنو هذه القطة حمستش عجبني لا عجبني تفاح بوحدو الحامض بوحدو هاد الخلاط ما حبيتش. ثاني حاجه الحوايج الزينين نظن انا بلا تعجبني انا قبل ما تعجبك وما كيهمنيش رايك هي الشيبس مع الفرماج نايس هذه اللي توحمتها توحيمه زوينه هذه فهمتي شيبس وفرماج عجبتك حبيتي ميا ما كانش اللي يناقشك راك غادي مليح بحال دابا هكا استمري استمري حنا غادي مزيانه ثاني بروسيس اللي غادي تكون هي الحاجه اللي حنا في بالنا كتضيع الناس كتوحم عليها هي الخبز المحروق انا كنقول قبيله صحبت الله ما حرقته حاولت انني نحرقه بعدا قلت لكم بلي انا توحمت وهم على هذا لكن هي حددت بلي هاك فاخر اوكي غنجربوا الخبز المحروق نبقاو سنا ناكلو حل اوكي بسم الله خبز محروق حسب اللي كنا كل فاخر هذا الله يرحم والدين ندوزو اختي حافه ديري تسمو مع ندوزو ندوزو هما كيما قالت لكم فاخر فاخر ولا فاخر لان سيرتو هي بحال حركتي بزاف انت جاتني شوطه انا متحمسه انا داك داخل نمشي على وجهي قالت لهم محروق يعني فريمون محروق وهي ما بقاش فيها نسمه تاع الخبز ولا فيها يعني كتبغي ثاني حاجه هي تفاح بقى مع التفاح التفاح الهيلتي مع حاجه بسيطه ما تحش على بالك الملح ايمان هل تسمعيني زيدي فوتي دغيا ايمان غادي نلعبو تشالنج ولا غتبقى صافي هاكا جربي بسم الله بسم الله اسكتي بيبي يا ايمان واحد زوج ثلاثة انا واثقة من نفسي منو على الكلام لمدة خمس دقايق خاص بالحسك ما نسمعش حسك كان عندي تطلعات الملح والتفاح فهمتي كنت بلي عادي عمركم درتو صبعكم في الملح كافتنا فيها جربتي الملح بوحدو كي داير ولكن ها الملح بوحدو تخيلوا درتو هكا ودقتوه والتفاح ملي كيكون فمكم مزيان شنو كتلاقاو هنا ولكن ايمان الصوديوم مزيان طيح لي الطونسور طلع لا شوفوا انا كاين شي حوايج والله الان ما فاتوش عليا في ادهم وصراو معايا وغراب وكنت شحال كنمشي كنضحك عليهم ولكن كيجوني بيزار
داكشي علاش ما بغيش ناخذ نجادج شي واحد دارها. وهي زعما الصراحه ولكن زعما راه هادشي خاطر على الصحه باش نتفاهم. نحاول نبدلوا المذاق بحاجه ما احسن. اي كوكيز واخا كانت حاجه بيزار. انا واخا كنكره الشوكولا بحال هكا لي كوكيز ملي كتكون ريحتهم كناكلها مفضله. خد عميروندي نحضر لك احسن كوكيز. ميرسي. نديرو مع الكيتشوب. لقيت وحده جربت هاد التيست هذا وعجبها. شوف وي ار نوت جادجين اوكي وما نقدرش نعرفو فهمتي يعني تقريبا اصلا ديك... كنبغي الكيتشوب يعني باش نتفاهم اصلا ماشي مكتعجبنيش. واحد السيده فريمون تيستات هادي كان دار سرين وعجبتها عجبتها وهذه المشكل. انا بغيت نعرف كيفاش كيتشوب مع كوكيز. واحد جوج بدي قبل مني ايمان حافت كتليني حافت خير جونس لكن تخبي شي حاجة درتها لك ولا مانيش عارفة شناهي. تاني وحدة اللي تقدر تولي من البرانش ديالك من المفضلات ديالك هي شيبس والخيار. صافي هادي تغيا فوتي ديري زعما بلا ساندويتش انا غير هاكا نقسمها مليحة هادي ساندويتش نتاع الشيبس كاينة باينة زين زين انا كندير الشيبس مع السلاطة كتعجبني ديما كندير الشيبس مع السلاطة. طلعت السكور ديالي عجبتك واعرة كاع ليتس جو. وبما ان يعني الامور غادي مزيان ايمان عجبها الحال غادي نبداو بالبيكلز المخلل. المخلل هذا راه ايمان ستوندر تاع الحوامل. انا هذا كناكلو في النورمال ديالي كنمشي عليه هو عارفه خروب بلادي زيد مخلل مع العسل. خوتي انا الانسانه ما كنبغيش الحلو المالح عارفه كون الناس اللي بحالي بالو من غير اللحم بالبرفوق شويه والبسطيله شكون بحالي بدي ضربت وعاد تسناني. انا كنتوحي مع المخلل في النورمال مع العسل. يلا روح ليتس جو. دا بحال وا صبار 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 ولا والله الا واه كل حاجه دا بحال صوص تاع السوشي. ثاني حاجه غادي ندير المشروبات عرفتي فمي نشف الحموضه وداك الشيء حدايا مزيان والله ماني تايقه. المشروبات ندير شي كلام مع شويبس شنو اش هذا الحليب غنديروا الحليب مع مايونيز شات اب توقع اي حاجه. وحاجه غادي نخدموا دابا من الحليب غنمشيو للمشروبات نوع شويه حاجه سهله نورمال عادي تفاح بالحليب. صافي هذا الفيديو باش خايب بحال كنوجده انت وانا ما عارفاش كنكره فهمتي ما نفهمو. انا درست هذا الفيديو هذا باش كنقلب على الحوامل باش نلقى لك التوحيمه ديالك. شنو غنديروا بهذا الحليب؟ انا اصلا كنديروا عصير. واه يعني شنو غنديروا به؟ شدي الحليب تبعي وحاجه غادي تشوب غتغمسيه. ها شحال زوين سهل. شي وحده توحمت على التفاح ها خلطوا دي عصير. لا قالت لك انها خصها التفاح مع الحليب. زوين ايمان واعر سمحي لي واحد الحاجه ماشي نهائيا عصير تفاح بالحليب يعني كيكون واحد المذاق في الشكل. انا كنت نقصوك بلا ما نكذبش بديك الحليب غادي نجيبو العصير الثاني اللي غادي تو نذوقوه. مستحيل يس مستحيل او يس لا بغيت تقتلني بغيت توقعني بغيت نبات نموت. اسمع بغيت نتقري اعطيه فرصه يا الصراحه ما نعرف مور هذا الفيديو هذا ما كنتحمل حتى شي مسؤوليه. كان خصك تسيني لي على شي ورقه قبل ما نبداو هذا الفيديو خصك تدعوا ما بقاش كتعجبني انا كنعرف شي لا الغاز واخا راني عارفه بلي مقاطعنا هذه ما عرفتش. فانا شي حوايج ما بقاش انا كنتقداو منهم وداك الشيء ما عرفتش واش هادو داخلين ما عرفتش. انيويز واخا نكملوا في الفيديو. انا غادي نضيعوا الحليب ديري غير في هذا ونذوقوا واش غير ولا ما نصدقش. سمحي لي كتقولي لي الفايب لا وتخيلي لا تخيلوا معايا شد كاس الحليب نديرها كوم يعجبني. شنو نورمال هذا وين عجبك ولا عجبني زيد والله اشرب شي هادي لها راه هادي راه هذا خشي غادي نديرو مع الحليب. وات يس نتوما الحوامل وراه كيغلي فهمتو شي جايب بحال ميلك حاجه تاع الشراب حاجه ما تسكرني وعمت على بدا يختار ولا البنه هذا اختي والله الا راه يدير تفاعلات. الحليب خاسر ياك ما خسر وانا شرب لي حليب خاسر لا ريم فيطو دير الفيطو انا مزاوج ويلي والله الا الفين ويلي 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 شوف البن حليب خاسر هذا راه كشكوشه قداش بحال جلد خسر البن خسر العرس خسر الفيديو اساسا غتزلي علينا صاحبي شنو ندير سير شربي شربي خاسر كتك انا سرحي بري خاسر تغيا راه غادي تزلي وعلاش غنشرب راه خسر تسموم المهم عندنا حتى نور الشرحو الطبيب نعرفو ما نقولو له حيت راه مصور نور الطريقه اللي درتي دابا باش نكون واضحين دابا خسر ايمن ما نضرش ولي ايمن والله الا خسر الحليب خسر ويلي بغيت تزيهاش كيسال صافي ما شربوش الفيطو ما عندكش فيطو انت دوقي بدا غير كي داير ومن اختي دايره كاس كبير اه
وهكذا انتحرت ريم. دبر نشربه لي انا كيما تحشمي باش تحيي هي ما شربتيش يا الشربو والله الا خلاص يا صاحبي هو في غير حتى سبرايت غسقنا درنا نص قرعه تاع سبرايت كاس تاع الحليب. سمعي لي الهضره انت ما تسمعيش الهضره اللي بعده قول بلي هذه الحاجه نورمال مطيشه بلاصل والايمان اقتصاد لا لا سمحي ماشي اقتصاد ولكن النعمه اختي اللي مراه هذا الزمان الناس بقات ما تاكل زوله لا سمعي مالك لماذا كنكره الحلو المحني كيتخلطوا بهذه الطريقه هذه صافي صافي انا لا انا كندوق خد راحتك بزاف واللي بعده عندنا زروديه خيزو مزيان لك مفيد لك هاك والشيكولا ايما والله ما ناكلها شوفي شحال حاجه والله يا قلنا ما تصدقش شوفوا وما صدقش ولا شوفوا لا هذا شتو كوكيز كيكه تاع الشوكولا ما تبينش فيها بالكاكاو سمي. لا والله ما ناكلش والله ما ناكلها هاكا نلعب بها فمي امبوسيبل كنموت على الشوكولا كنعشقها كل حبيبه ديالي تقول والله ما ندوقها والله ما ندوقها كنحس بلا ما ديرها في طوتال ولا 10 زعما تفرقعي اخا معليش انا غادي ناكلها إيما والله ما ننكر إلا واعر والله ما ننكر باش نمشي هيني مبقاش فيا الحال ناري بلاش اختاكم بها الوصفة التالية اللي غادي نديروها هي شيبس شيبس مابقيتش كنفرح زعما ندير شيبس راه عندي مصيبة مراه عيش معايا لحظة عيش معايا والفرماج مزيانة عجبتك عجبتك ديري ماني عاجبتك إيما ساهمي ولا غير خلينا هادي ساهمي وخصها التوبينغز ديالها غادي نزيدو معاها الشطة إيمان 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 آخر حاجة والله تفاجئيني بشي حاجه زين لا دابا مزيان ماشي تسمحي لي انا راه نموت مره هادي غير شويه كيس انا حسب لاتكم بنينه شيز شيز باش نقدر ندير ساندويتش باش كنكون باش هكا لي صوص نشوف فيهم واو احسن حنا نقول لكم دابا عجبتني هي الخيار والفرماج والجبن والشيبس تاكلي وزيدي خيار والله حنا كنكتشفوا شي حوايج اللي ما عمرناش شفنا دونك فوالا كانت هذه الفيديو اللي كنت متحمسه بزاف انني نصورها الفيديو هذه كانت انني كنحاول اني نلقى شنو هي الوحمه تاع اختي انا لي حلو مدل شي صالات تفروي ايمان داك الشيء كتشهي ماشي كتوحمي وهذا الشيء جبتو فريمون انا قلبت عليه من داك الشيء نتاع الناس اللي جربوه في حياتهم عندي واحد السؤال حقيقي واش دابا كاع اللي كتوحمي يعني تنتوما فتو شي حاجه هكذا غريبه الاغلبيه كيتوحموا على هكا شي حاجه مخلطه مع بعضيه سما كتجيش ولا كيتوحموا على حوايج عاديين حيت انا اللي كنعرف انا مثلا داك النوع اللي كنتوحش توحم زعما الحوايج عاديين بغيت ماكله يعني اكله ماشي نخلط يعني زعما وقولوا لنا اي حاجه توحمتوا عليها يعني ماكله ولا شي خليط بحال هكذا نقدروا نديروا الجزء الثاني باش تكونوا فاهمين الموقف ديالي انه حنا نورمالمون كنخصنا نصوروا فيديو اخرى هاد السيمانه وهي وجدت هاد الشيء كامل وجابتني على حيني غفله فهمتوا يعني حطتني امام الواقع قالت لي والو دير هاد لافيو في خاطرك فما مستعداش يمكن الفيديو الجاي يكون مستعده اولا الامور خطار نرجع نطيب لك الكبركوك اش ياك والطعام بحال هكا بحال واحد تقول لك توحمت على كاع بغزال جيب شويه كاع بغزال واحد تقول لك توحمت على البهله جيب شويه البهله بسطيله بالحوت تقول لك بسطيله هكا بسطيله بالحوت بحال معروضين في دار الضيافه حنا لا والله بسطيله بالحوت وكاع بغزال ولونطري شنو 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 انا تقول السفر مدفونه فانا كانت هي الفيديو اللي انا تحمست ليها بزاف اختي ايمان عجبتها بزاف وغندير لكم بارت 2 بس واش قولوا لنا في التعليقات شنو هما الوحم اللي توحمتوا عليهم باش هكا نقراهم كاملين ونقدر نختار انا من بيناتهم ونجربهم في الجزء الثاني الجزء الثاني غنختاروا انا وغادي نختار انا الاكلات غتشوفي الفرق استاذ فريمون انا لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم اهم حاجه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل فيديو من حطوها خلينا تعليقاتكم ولايكاتكم واهم حاجه تبعونا في انستغرام انا وريما غنخليكم كل شيء في صندوق الوصف باي باي باي